وقعت قيادة السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا المتمثلة في المدير العام العميد ركن عبد الله بايعشوت مذكرة تفاهم مع مؤسسة سلطانة للتنمية والأعمال الإنسانية بالمكلا والمتمثلة في رئيسها الشيخ عبد الله بن ماضي. جاء ذلك لتوطيد علاقات العمل المشترك بين الجانبين وتحقيقا لمبدأ الشراكة والتعاون الثنائي في مجالات العمل الإنساني والتنموي. وشملت المذكرة تبادل الخبرات والإمكانيات نحو تحقيق مستوى متميز في تنفيذ المشاريع من خلال تشكيل فريق عمل موحد.